مرحبا بكم في قناة منارة الثقافة. في هذه الحلقة أقدم لكم تقريرا عن أسرار خفية عن الدولة العثمانية، ولكن قبل ذلك من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التعليقات حتى يصلك كل جديد. خلف تلك الصورة البرذاقة للدولة العثمانية والتي جذبت ولا زالت تجذب الأنظار نحوها، تقمع صورة أخرى مغايرة تماما لهذه الإمبراطورية التي ألهمت الناس على مدى عصور. هذا القصر، أي قصر توبكابي، كان عبارة عن جحيم صامت، فقد كانت الحياة في توبكابي خانقة لدرجة فظيعة حتى بالنسبة للسلطان، وقد كان من غير اللائق للسلطان أن يتحدث كثيرا. يقضي السلطان طيلة اليوم يحاوطه الصمت التام، وقد استوطنت المكائد في القصر، وذلك لسعي الوزراء والمتوددين والخصيين إلى السلطة. واكتسبت نساء القصر نفوذا امتد ل130 عاما، ووسط هذا الجنون كان السلطان مراقبا أينما ذهب، فقد أرسل أحمد الثالث إلى وزيره الأكبر يشكوه قائلا: إذا ذهبت إلى إحدى الحجارات يصطف 40 من الخدم، وإذا هممت بارتداء البناطيل لا أشعر حتى بالراحة، ولذلك يجب على الحراس أن يطردوا. كذلك فإن من غرائب الأسرار لدى العثمانيين تكمن في حيثيات إعدام الأمراء والوزراء والسلاطين، حيث أنه دعوة من السلطان تعني في أحيان كثيرة دعوة إلى الموت، يفهم الشخص نهايته من لون الكأس المقدمة له. إذا تم العفو عنه يقدم له المشروب في كأس من زجاج أبيض، أما إذا حكم عليه بالإعدام فيقدم له في كأس من زجاج أحمر سمي بمذكرة الموت في زجاج أحمر. لم يكن هنالك سوى سبيل واحد للمحكوم عليه للهرب من عقوبة الإعدام أحيانا، وذلك عن طريق هزيمة رئيس الحرس في سباق في حدائق القصر. كان رئيس الحرس دائما رجلا ضخم، وحالما يرى الوزير أن لون الكأس أحمر يبدأ بالركض فيجري في حدائق القصر، كان الهدف هو بوابة سوق السمك في الجانب الآخر، فإذا وصل الوزير إلى البوابة قبل رئيس الحرس فإنه ينفى فقط، لكنه في الغالب ما يجده في انتظاره ومعه حبل حريري. في حين أن هنالك جلادون يعدمون المحكومين العاديين، كان هنالك آخرون يقومون بإعدام المحكومين من السلالة العثمانية والشخصيات الهامة. كانت دماء السلالة تعتبر مقدسة، ولم يكن يتم إعدامهم بالسيف مثل البقية، ولكن كانوا يعدمون بالخيط الحريري أو ما يسمى بوتر القوس، وتعتبر الأشياء الثمينة التي يرتديها الشخص المعدم ملكا للجلاد. يمكن أيضا للجلاد أن يرمي الجثة أو يبيعها لأقارب الشخص. كان الجلادون في الدولة العثمانية من الصم البكم، إما أن يكونوا هكذا منذ الولادة أو تتم قطع ألسنتهم عندما يبدأون العمل. ولم يكن الجلادون فقط من الصم البكم، بل جميع العاملين في جناح السلطان، فقد كانت هنالك لغة سرية لم يكن يفهمها سوى السلطان العثماني وحاشيته. كان الموظفون الصم رفقاء مفضلين للسلطان، وقد تطورت لغة الإشارة وحركتها في أثناء ذلك لتشبه لغة رسمية ثانية للبلاط العثماني، تستخدم للحفاظ على الصمت والسرية في الوظائف الخاصة. قال الرحال الإنجليزي ريكوت أن الموظفين الصم يدرسون ويتدربون على التواصل عن طريق الإشارات، وكان بإمكانهم حسب التقاليد المتبعة للبلاط التجول بحرية داخل القصر بما في ذلك القاعات السلطانية التي تجري فيها لقاءات سرية، فلا خوف من إفشاء أسرار الدولة والبلاط. ومن أكثر الأشياء سرية في قصر توبكابي كان جناح الحريم الملكي الذي يتألف مما يزيد عن 2000 امرأة، معظمهن قد اشترين أو اختطفن كعبيد، إذا نظر لهن رجل ما فإن مصيره الموت الفوري. قيل أن بعض الخليلات بالكاد ما تنظر إلى السلطان، فيما استطاعت أخريات أن تحظين بنفوذ كامل. من الأشياء الغريبة أيضا في الدولة العثمانية القفص الذهبي الذي كان يحجز فيه الأمراء خوفا من تمردهم، فقد قضى عدة أمراء أصبحوا فيما بعد سلاطين أغلب حياتهم في هذا القفص، لم يكن يسمح لهم بالاختلاط مع أحد، كانوا يقدمون لهم أيضا جاريات لا تنجبن حتى ينقطع نسلهم. الكثير من هؤلاء الأمراء أصبحوا سلاطين مثل إبراهيم الأول ومصطفى الأول وغيرهما ممن أصابتهم اضطرابات نفسية وعقلية. وجد في غرفة السلطان إبراهيم الأول مثلا كتابات على الحائط مفادها: تفاح أحمر، تفاح، مصفوفات تفاح. كما أصيب السلطان مصطفى الأول بالجنون جراء سنوات عديدة قضاها في القفص.
هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا التقرير، أتمنى أن يكون قد أفادكم، إلى اللقاء في تقارير قادمة.